معكم دكتور رضوان أحمد من جامعة قطر. 21 أبريل ذكرى وفاة الشاعر الهندي الكبير محمد إقبال. اشتهر إقبال بقصيدة عنوانها بالأردو شكوى جواب شكوى. ترجمت هذه القصيدة إلى اللغة العربية بعنوان حديث الروح التي غنتها أم كلثوم. سأقرأ لكم بيتين باللغة الأردية وبعد ذلك ترجمتها إلى العربية. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا آسماں چیر گیا نالے بے باک میرا. بالعربی حدیث الروح للارواح یسری وتدرکه القلوب بلا عناء هتفت به فطار بلا جناح وشق انینه صدر الفضاء. ولا لقاء آخر ان شاء الله.